ده مين المهاجمين اللي موجودين في الدوري لفتوا نظرك بشكل كبير وشافهم من المهاجمين الكبار المميزين؟ The best striker now I think we go by Zizou. لا اعتقد زيزو. زيزو يعتبر على في المستوى الاعلى بالنسبه لي، انه في قمه وفي اوج مجده الان. زيزو من اللاعبين اللي بيدوا هدايا كثيره للمهاجمين. لو انت كنت بتلعب مع زيزو تسجل كم هدف في الموسم؟ هذا هو السبب لأني أمنح تقديري لزيزو، لأنني هو يحاول أن يساعد الفريق من خلال منح العديد من الأهداف، وأرى أنه أفضل لاعب في مجال صنع الأهداف، لذا أعتقد أنني أمنحه هذا اللقب، لقب أفضل لاعب وأفضل مهاجم. أنا عايز رقم، لو بتلعب مع زيزو تسجل كم هدف في الموسم؟ لا أستطيع أن أقول لأن حين تلعب معه بعقلك فأنت ستستمر في إحراز الأهداف ويكون العد مستمرا. قد يكون الأمر متعدد.